حسني وصاها وما لها نسيات عهدي وقد حلفات عند المقام يميني فوق يمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مع حلقة جديدة من برنامجكم السيدة ستون. اليوم وحلقتنا هذه راح نتكلم عن الكتاب، وخير جليس في الزمان كتابه. في الكتاب ضيفنا ما شاء الله هو محب للقراءة ومحب للتأليف والكتابة، انتشر له ما شاء الله وموجود في المكتبات 100 مؤلف وكتاب من كتبه 40 لغة ترجم وانتشر عبر العالم ما شاء الله تبارك الله. رحب فيكم ورحب بضيفنا الدكتور عايد بن عبد الله القرني، بحياك الله يا ابو عبد الله وسعيدين فيك. اهلا وسهلا حياكم الله ويا مرحبا. اليوم بنحلق من وحي الذكريات مع الكتاب والقراءه. خلنا في البدايه، بما انك اعتقد الواحد ما يؤلف الا بعد ما يحب القراءه، فانت محب للقراءه، فمتى احببت القراءه ومتى عشقت عالمها؟ حياكم الله حبيبنا. كما تفضلتم قول أبي الطيب: أعز مكان في الدنيا سرج سابحا وخير جليس في الزمان كتابه. أول كلمة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. نعم. حتى بعضهم قال العلماء تعظيم القراءة، تعظيم الكتاب والاطلاع. في الحقيقة أنا هواية القراءة، وإذا سألتني ما هي وظيفتي قلت القراءة. سلام. ما هي سلوتي قلت القراءة. ماذا أرغب في قلت القراءة. أنا ما عندي وقت فراغ، فراغي هو شغلي بالقراءة، يعني سواء أفهم أو ما أفهم. لكن صرت تجد القراءة، أنا أجد عالمي، أجد أن عالمي هو عشقي. أنا ألف كتاب عاشق عن القراءة، عشقي الوحيد القراءة. سلام. لماذا؟ لأني شيخ كما يقول جاحظ في كلام، يعني ما معناه الكتاب الذي هو يسليك ويشجيك ولا يطريك ولا يزعجك ولا يثقلك ولا يملك، وهو الذي يتحفك وينصحك ويناجيك، إن شئت أبكاك وإن شئت أضحكك، يكتم سرك ولا يحسدك ولا يغتاب في مجلسك، تطويه متى أردت، تفل متى أردت، يونسك، يبهجك، يدخل مسرة عليك. أنا أضحك وحدي أحيانا، وربما يأتي البكاء وحدي، مرة يشجيني وحدي، مرة يعظني. لأني تعرف أنا يا شيخة أنا أنتقل في حديقة غناء. طيب إذا كان جليسك بعد الصحابة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الصحابة البخاري ومسلم والنووي وابن حجر وابن تيمي وابن القيم وابن كثير وابن خلدون وابن رشد، المحدثون، الفقهاء، المفسرون، المؤرخون، الأدباء الشعراء، كيف تمل؟ فأنا يا شيخ في حديقة غناء. أنا أقول يات الناس يشعرون بهذا الذي أشعر به. فأنا أقرب مثلا 15 كتاب، وأقرب الشاي طبعا الأخضر. فأجد أنا عندي طريقة اكتشفتها وبشرك، هذا سر بيني وبينك ولا بأس. لا تطيل في الكتاب، حاول تقرأ حتى لا تمل، حتى 2-3 دقائق. ما شاء الله. فقبل صفحتين ثلاث لا تمل، ثم تنتقل لآخر حدائق ذات بهجة. ما شاء الله. ثم انتقل إلى التاريخ. يعني لازم أخلص الكتاب كامل. ما هو بلازم، لأن هذا مملة. فانتقل إلى مقدسة ابن خلدون، فأعيش مع ابن خلدون شوية، تركت وتيت إلى فتح الباري لابن حجر. ما شاء الله. حلقت في الأحاديث، حين 5 دقائق، حين أكثر، حين أرجع إلى رياض الصالحين، أعود إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، أتذكر بدون قلت حتى خلنا نشوف ترجمة أقرأ. ثم ارجع بحصيلة في ساعة ساعتين ثلاث. أنا كان يمر بي 6 ساعات وأكثر، 7 إلى 8 في اليوم. ما شاء الله. بل كان في أكثر، أنا كنت يعني في الثانوي وفي الجامعة أكثر قراءة، لكن مع مشاغل الحياة والبرامج الآن قلت. أنا أستمتع أني أشوف الكتاب حتى لو ما قرأت. عند راسي الآن في غرفة النوم كتب ما شاء الله، وعندي في المقلط كتب، وفي المجلس كتب، وفي غرفة آخر عندي أصدقاء خاصين، عندي أصدقاء يصلحون للمجلس. يا سلام. هذا اللي مثلا تجد ساعة الصدر وسوالف. عندي في المكتبة جادون، وهو اللي يبغى له تحقيق وتخريج حديث وكذا. عندي كتب خفيفة مثل سندوتش شوي وقت، مثلا وجبات سريعة، وجبات سريعة تجدها في مجلس وكذا، أقراها بدون كلفة يعني، ومشي عيني عليها وكذا. يا سلام. صار عندي طريقة في تعامل مع الكتب يا شيخ، أني أصنفها على حسب الراحة. والله يا شيخ أني ما ألتذ، ويعرف زملائي وأصدقائي، أنا كنت في قرية جميلة الجنوبية، كنت أذهب إلى الصيف 3 شهور، وكانت تزيد العطلة. نعم. لا أنزل إلى الوادي في القرية، كان كل ما ينزلون كان وادي أخضر، وكانوا يسوون فيه طبعا كشتات وجلسات واستراحة وطبخ، والله ما أنزل. لا إله إلا. جالس أنا كأني مريض من المسجد إلى البيت، من المسجد برنامجي كله قراءة. أقول بعد الفجر أنا بقرأ مثلا بعد القراءة رياض الصالحين، في الضحى النووي على مسلم، يعني شرح النووي على مسلم، تفسير ابن كثير هذا حول الظهر، بداية والنهاية بعد الظهر.
شاء الله. أجي في العصر أتجمع لكتب علي الطنطاوي مثلا، أجي في المغرب قلت ابن تيمي وابن القيم. فهو كان جو دوري شيخ نشاطي، كان طموح، عالم خاص، عالم خاص. اللي الآن يروحون أصحابك يتمشون يكشتون وانت جالس تقرا، ما تحس ان البعض يقول لك انه معقد شوي، ولا انت تقول خلوني في تعقيدي؟ وصلوني هذا. انا سكنت مع ناس مره قال وش يا اخي انت اشغلتنا واشغلت نفسك. كان عندي جده رحمه الله من والد غفر الله له ولوالديكم، والله يا شيخ انها اخذت الكتاب، كنت افطر انا اكل الكتاب معي ما شاء الله، حتى بعض المجلد كان عليه السمن والدسم وهذا، وكان عليه الزيت، تسحب الكتاب قالت ذهب بصرك، بصرك راح، وتسحب تقول لا لا تفطر. اتغدى احيانا والكتاب معي. لا إله إلا الله. أنا لبأنك من قبيلة غامد في بلجرشي محافظة عندكم. نعم معروف. أول كتاب أخذته يعني شريته من بلجرشي ما شاء الله، لأني ذهبت مع والدي، تعرف المحافظة قريبة يمكن ساعة. نعم. فلما نزلنا في السوق، أنا إذا نزلت سوق مع الوالدة وإخواني أذهب إلى أي مكتب. أسأل الإنسان، لا أذهب ملابس ولا عندي مسألة في السوق ولا عندي تسوق ولا أعرف الحراج سبحان الله العظيم، ولا أروح حديقة ما شاء الله. فجيت هناك في واحد غامد يبيع في البز كذا، قلت في مكتبة هنا؟ قال شوف في دكان قريب فيه أظن كتب. أتيت، ما هي بكثيرة، دولاب من خشب، وإذا حياة علوم الدين الغزالي، أفرح حياة علوم الدين جامد يبغى له شيء، أنا أظن ما أدري في ثالثة متوسط أو أولى ثانوي. فشريت بما عندي أنا، أي شيء يوفر مبلغ كتاب ما شاء الله عليك. أقتصد، كنت في ملابسي وأخذ كتاب، ما أريد تكرمني إلا بكتاب. يا سلام. الوالد الله يغفر له كان يقول من يريد يعني يهدي العارض هدي يدور له كتاب، سبحان الله، أحسن كتاب عرف لك. نعم. فأخذت حياة علوم الدين، والله بدأت يا أبا عبد الله أقرأ فيه لأن أثر في صحتي، لأنه منهجه في تصوف شديد وغالي. نقلل من الأكل، قللت من الأكل، ما شدد في الدين، لأني ما ذاك الوقت ما عندي اطلاع في السنة كثير. وكن رث الملابس واسهر وشد، فشد حتى مرض القولون تابعني بسبب الكتاب سبحان الله. لما وصلت أبها بعدين قال الشيخ الغفاني لا ما يصلح، يعني مدين شديد وفيه ترى الشيخ عبيد الله الغفاني الشيخ الشيخ نعم في القرآن اللي حفظت عليه نعم القرآن عرف. ويوم قرأت لابن تيمي قال في مادة مكلف يعني في الإحياء، مادة بعض المادة فاسدة في التصوف الغالي مع أن في محاسن ذكرها ابن تيمي. فرجعت إلى السنة صحيح البخاري ومسلم، وإذا سمحت الدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين يسر، يقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، ويا أيها كل يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. يا سلام. وإلى الدين بسيط وسهل، فبديت أتشافى بسبب كتاب، رجعت لك صحتك. نعم. يعني نفهم أن الكتاب يؤثر عليك جدا. وترى أصلا اللي يؤثر في الأفكار هي الكتب يا شباب، هو القرآن هو اللي يحيي الأمة. يا إله إلا. والخوارج إنما هي من المعلومة الفاسدة عندهم، المبتدعة معلومات فاسدة، هي القراءة إما كذا وإما كذا. انتقي ما تقرأ. نعم، انتقي ما تقرأ. أقول لكم، أقول لك من أنت. جميل. طيب هذه القراءة وحبك وعشقك لها، انتقلت إلى الكتابة والتأليف، وما شاء الله 100 مؤلف الآن، يعني شيء رائع جدا. كتاب لا تحزن 40 لغة، وانتشر ما شاء الله ملايين حول العالم. والآن أنت ما شاء الله يعني كتاب السيد الستون الآن في المكتبات، وهي رواية وقصص وحكاية وأحداث ومواقف موجودة في هذا الكتاب منذ أن كان الشيخ في القرية حتى وقتنا الحالي. الكتابة وكيف حس الشيخ عايض فيها وعمقك معها، وكيف حبيتها وكيف انطلقت معها؟ أنا أقول بقدر ما تقرأ بقدر ما تكتب. جودتك أو رداتك في الكتابة بسبب جودتك أو رداتك في القراءة، لأن هذه توصيل وهذه تحصيل. من ثروتك تنفق، أنت من خزينتك، أنت عندك قراءة واسعة مكثفة مركزة سوف يكون تأليفك. أنا بدأت التأليف برسائل صغيرة في الكلية، منها شباب عادوا إلى الله، تعرف دار الوطن كانت تنشر لنا، وهكذا. ثم انتقلت إلى تأليف أكثر وهو لا تحزن. لا تحزن التوفيق من الله، لكنه جاء من قلب وجاء من معاناة وجاء من أحداث جت، فالله هو الذي يسر له الفضل وحده سبحانه وتعالى. طبعا له قصة لا تحزن، وقد ذكرتها في مناسبات. استمر التأليف، انتهيت إلى الآن إلى السيدة ستون آخر تأليفي، أشبه بالمذكرات وأصبح بحكايا وسواليف من الحياة. وأرى أن الإنسان لا ينقطع، لا ينقطع عن القلم ولا ينقطع عن القراءة. هو أوسي وخزرجي، وهي يقول سيصغي لكم من عالم الغيب ناصر ولله أوس آخرون خزرجوا، هذا ابن الرومي. فالإنسان الله شرفنا بالكتاب وشرفنا بالقلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ذلك الكتاب لا ريب فيه،
يوم يترك المثقف وطالب العلم خاصة الكتاب المفيد النافع والقلم أنك تكتب فيه الخير. طيب جميل، أني أنا أسألك بعدين عشان ننتقل للفقرة الثانية، كيف يؤلف الدكتور عايد؟ خلنا الناس يدخلون على الأسرار، هل أنت كل ما يكون في ذهنك عن طريق مراجع مرجعيات معينة تكتب بقلم وورقة، وإلا أنت من النظام الجديد الآن يطبع بالكمبيوتر ثم يرسله على المكتبات، كيف يؤلف؟ خلنا ندخل في التفاصيل. أنا فترة من فترات أنا ألفت مثل لا تحزن، كتبت كتابة نعم، ومعه كتب مجموعة. أنا لما يعني تقدم مثلا أنا من سنوات ضربته بالرصاص في الفلبين هذه، نعم، وجاني الحين شوية لأن مسكة في شيء، تعالي سنة مدينة الأمير سلطان كما تعرف، نعم، فصارت الكتابة تعمل. أنا عندي كاتب وجالس أمريه ويكتب، نعم، وهذه طريقة طه حسين، وهي كأنني أكتب أنا بنفسي. جميل. هو فيعيد لي ما أكتب وأقرأه ثم أعيد وأصححه، لأنك لا تستطيع تواصل كذا. أنا جميل. في التأليف ليس لأني أنا ماسك فن واحد، لأني أقرأ في الأدب فيشوقني أن أكتب، مثلا كتبت عن المتنبي ما شاء الله، مثلا أقرأ عن سير عامة كتبت عنها، مثلا حداقة ذات بهجة، مثلا في مقامات القرني أنا قرأت مقامات الحريري وكنت أحفظ كثير منها، سويت مقامات هذا القرني، ما شاء الله. الشعر تعرف شاعر لديوان شعر أو أربعة، هي بس الأخير اللي قصة الطموح اللي طبعه العبيكان، فهو التنوع هذا جعل له يعني في تأليفات متنوعة. جميل جميل، بارك الله فيك دكتور عايض، وراح نروح وإياكم المشاهدين إلى الفقرة القادمة، وخلونا وإياكم مع الفقرة القادمة. حياكم الله مشاهدينا في ترانيم، حييكم وحيي ضيفي ابو عبد الله، حياك الله شيخ عايض. اهلا وسهلا، حياكم. لازلنا متواصلين في الفقره الثانيه ومع ترانيم والشعر. الان مع خير كتاب وخير جليس اللي هو الكتاب. هل يستحق الكتاب ان تكتب فيه الابيات والقصائد من الشعراء والادباء؟ الكتاب نفسه اعظم من شعر الشعراء ومن قصائد الشعراء، نعم، لانه ارفع يعني قيمة الكتاب فوق ما يصور. الكتاب النافع المفيد، لأنه كما يقول أبو الطيب: أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. يا سلام، لا تجد مثل الكتاب. الجاحظ له مقالة كتب في كتاب الحيوان عن الكتاب، يعني معناها يقول أنه الكتاب خير جليس، جليس لا يطريك ولا ولا يتعبك ولا يغتاب ولا يغتاب عندك، وكتاب لا تمل منه، وما رأيت أوسع ردن ولا أعجل فائدة ولا أعظم لذة ولا أعجل نفعا. ومن هذا من الكتاب يعني بكلام رائع جميل، نعم، حتى أن يقول سبحان الله: تستودع السر يكتمه، يا سلام، يزيدك علما ويزيدك فهما، يضحكك متى شاء ويبكيك متى شاء، صحيح، تطويه وهو طوع أمرك، نعم، وتحمله معك في ردن ولا يفشي لك إلى آخر ما قال. نعم. هنا يقول شوقي: أنا ممن باع بالكتب الصحابة، يعني أخذت الكتب وبعت الصحابة، لأن غالب الأصحاب الآن وصدقاء تراه مرغيبة ونميمة لما رحم الله، نعم، وحسد وضاع للأوقات، صحيح، وكلام فاضي هذيان، صحيح. يقول: أنا ممن باع بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، حتى أن إلي أبو ماضي يقول: وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. سلام. يقول إني أنا إذا ما وجدت أوراق أنا أقرأ في الفضاء. وصحيح، القدرة يعني الكون هو كتاب مفتوح، خلق السماوات والأرض، نعم، والقرآن كتاب مشروع، أنت تقرأ في الكون. لذلك أول آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. اللهم صل. قال العلماء: أين يقرأ؟ يقرأ في الكون، يقرأ في السماء، يقرأ في آية الله. هو الكون كتاب يرسل لك رسائل، لكن من يقرأ؟ إذا كان إنسان أعمى صاحب هوى ما يلتفت، همه بطنه وهمه ضحك، لكن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الألباب، اقرأ في القدرة. يا سلام يا سلام. طيب الشعر مع الكتاب، هل الدكتور عايض وهو ما شاء الله منهمك مع القراءة والكتابة، وأنت ذكرت لي في إحدى الحلقات للمشاهدين بأنه ما شاء الله تقضي من 7 إلى 6 ساعات يومين ممكن أكثر، هل فيه قصائد وأبيات كتبت عن الكتاب عن ذلك العشق الذي بين يديك؟ أنا عندي طبعا في السيدة 60 قصيدة في الكتاب، لكن ليست عندي للداخل، نعم، في وعندي أيضا محفوظة في السيدة 60 عن الكتاب وعن رحلتي مع الكتاب. في كتاب لي سميته عاشق أيضا طبع في مكتبة العميكان، يا سلام، وذكرت فيه عشقي عن الكتاب وحياتي مع الكتاب وكيف تعلقي بالكتاب، لكني أقول إنني لا أجد روحي ونفسي إلا مع الكتاب. يا سلام. ولذلك أتعب فإذا أتيت إلى الكتاب
يعني تجد كانوا الونس. جد. انا مثل الان قبل ما ادخل البرنامج بساعه كان معي فتح الباري على صحيح البخاري لابن حجر، ما شاء الله تبارك، كان اول مره، يعني ربما يمر بخمس مرات ست مرات سبع مرات مجلد، هو حول الان حول 24 مجلد. لكن الكتاب لما تقرا مره وتعاود مره اخرى يعني تجد لذه فيه، فقراءته ثنتين ثلاث اربع مرات اقرا بعين جديده ما شاء الله وبفهم جديد كل واحد. ولذلك لا يظن الانسان اذا قرا كتاب انه مره انه قد، لا، وحتى ثاني مره وحتى ثالث ورابع اذا كان كتابا عميقا مفيدا. ولذلك تجد مثل المزن يقول قراته رساله الشافعي 500 مره ما شاء الله، ما من مره الا ازداد معرفه، منهم من ختم صحيح البخاري 100 مره ومسلم 100 مره. عجيز. هذا موجود في الصفحات من صبر العلماء للشيخ بغده. نعم جميل، بارك الله فيك دكتور، انتهت الله. الحلقه والفقره، شكرا لك، وانتم مشاهدينا شكرا لكم لطيب المتابعه، في امان الله. وصاها وما لها نسيات عهدي وقد حلا.